السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي في مقطع جديد. إن كنت تشاهدوني لأول مرة أرجو منك الاشتراك ولايك للفيديو وتفعيل خاصية الجرس ليتك كل فيديو أقوم بطرحه أولا بأول. بالنسبة لأصدقائي المشتركين، مرحبا بكم من جديد. فيما يخص فيديو الأسئلة فأنا لم أنسى، وهو حاليا جاري العمل عليه، ولكل من لديه أي سؤال في مجال التقنية عموما أو في مجال القناة يعني الهواتف الذكية وكل ما سبق وتكلمت عنه في الفيديوهات السابقة أو عني أنا كشخص، يمكنك طرحه في تعليق على الفيديو السابق والذي رابطه أسفل الفيديو في صندوق الوصف. أعرف أطلت عليكم الحديث والثرثرة والكلام الفارغ دون مقدمات. اليوم سوف أتكلم عن شيء لم يسبق لي تقديمه لكم في القناة، وهو أو هي بدون مقدمات إليكم GTAB 300 أو GTAB W300 Smartwatch. ساعة ذكية، الجميل فيها أنها متوفرة جدا هنا في الجزائر، يعني تقريبا كل المحلات التي ذهبت إليها وجدت هذه الساعة معروضة هناك، لذا اخترتها نظرا لكونها متوفرة وأي شخص أعجبت الساعة أو يرغب في شرائها فيمكنه ذلك ببساطة. بالنسبة لسعر الساعة فهو موجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف. صراحة لم يسبق لي التكلم عن ساعة في القناة لما يعني أشخاص الذين يتابعونني، لذا سوف تكون هذه أول ساعة أتكلم عنها في القناة. بدون إطالة عليكم سوف نقوم بعمل إنبوكسينج أو فتح لعلبة هذه الساعة ثم الاطلاع على بعض مميزاتها وخصائصها، وإن أردتم يمكنني عمل معاينة لشرح كامل لكامل خصائصها وسلبياتها في فيديو آخر بعد فيديو الأسئلة. إن أردتم ذلك اذكر في التعليقات وضع لايك. حسنا، let's do it. إذن نطلع على بعض خصائص الساعة. اسم الساعة الكامل هو W300 Smartwatch أو W300 Smartwatch. الشيبسيت هي MTK6261D. الشاشة بحجم 1.22 إنش بدقة HD من نوع IPS. المساحة الداخلية للساعة هي 64 ميجا، والذاكرة العشوائية هي 32 ميجا. دقة الشاشة 240x240. تدعم البلوتوث، تدعم الكاميرا بلوتوث والاتصال الهاتفي وغيرها من مواصفات الوزن والأبعاد وإلى ذلك. نأتي للمفيد وفتح الساعة. سمارت واتش، شاهدوا هذا. نأتي لفتح الساعة. كتاب اليوزر، دليل المستخدم باللغتين الإنجليزية والصينية. ثم نأتي إلى الساعة، شاهدوا معي. بربكم ليست جميلة حقا مقارنة بسعرها، إنها حقا تصميم جميل باللون الذهبي الأنيق. أقوم بإخراجها. هذه الساعة هذا منفذ الشحن من هنا والميكروفون، مكبر الصوت من الأسفل وزري التحكم من هنا، كاميرا من الأعلى أنتم ترونها، تصميم لا بأس به. باقي العلبة، إسفنجة. هذا كابل الشحن، يمكنك شحنها من أي منفذ USB سواء موجود في PC أو الشاحن العادي. هنا البطارية، حجمها صغير. البطارية سعتها
نعم 380 ميلي أمبير. إلى حد الآن ليس لدينا أي فكرة عن مدى قوة البطارية ومدى الفترة التي يمكن استخدامها فيها. سوف نقوم بتركيب البطارية. يبدو أنها التقطت إشارة بلوتوث وتقوم بالاتصال. نعم الهاتف. سأقوم بتجربتها. تنسى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة صديقي المشاهد. not bad. انظروا إلى هذا. ما رأيكم بها؟ هل هي جيدة؟ أخبرني برأيك في التعليق أسفل الفيديو. صراحة مبدئيا كفكرة أولية عن الساعة معجب بها بعض الشيء مقارنة بالطبع بسعرها، فهناك ساعات أغلى بكثير تقدم خصائص ومميزات جبارة كساعة سوني التي وجدتها بجانب هذه الساعة، كان سعرها حوالي 9500 دينار، لكن أخذت هذه الساعة فقط لما أن سعرها في المتناول وخصائصها نوعا ما جيدة، وشكلها ليس بذلك البشاعة، شكلها صراحة جميل. نعم لا بأس بها، فقط لو كانت باللون الأبيض مثلا الموجود هنا أو الأسود لكانت ساعة جبارة. هذه الألوان متوفرة فيها هنا، فقط لو كانت يعني باللون الأسود لصراحة كانت بشكل خطير، لكن لا بأس. حتى الذهبي ليس بذلك السوء، أليس كذلك؟ كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتم في هذه الحلقة. أذكركم أن فيديو الأسئلة سوف يكون بعد حوالي 4 أيام أو 5 أيام من الآن، لذا أرجو منكم إن كان لديكم أي سؤال حول التقنية أرجو منكم طرحه في الفيديو الموجود في صندوق الوصف. اطرح استفسارك ايا كان، سواء عن التقنية او القناة بشكل عام او حتى عني انا، فيسرني ان تتعرفوا علي اكثر وتعرف عليكم اصدقائي. كان هذا كل شيء صبر. نعم لا تنسوا الاشتراك، لايك وشير وفعل خاصية الجرس ليأتيك اشعار بالفيديو القادم عن الجيتاب W300 سمارت واتش. نلقاكم في فيديو آخر إلى ذلك من الحين، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته.